اتجننت اتجننت اتجننت. هو ده اللي حصل؟ انا بحكي لك عشان تقف جنبي وتقول لي اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي. مصيبه ايه؟ دي جريمه. ليه صرفت من دماغك؟ ليه ما جيتش وقلت لي على الحدوته؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت هتصرف هتصرف اوديها لاي دكتور لاي مستشفى. كنت اتصرفت. لو خفت ابوك يقول لي اتجوزها. تتجوز مين؟ تتجوز مين؟ انت عايز تتجوز واحده زي دي؟ اكيد قالت ده ميطل ميطل وريالتك نزل على الجلبيه وقالت اخذ اللي قدامه واللي وراه كمان. اه اكيد هي فكرت كده. جدتها راحت فين؟ مش عارف. قعدت ادور عليها ما لقيتهاش خالص. لقيتها ايه؟ رميتها فين يا حسن؟ عند المجان. ما كانش قصدي اموتها والله، لكن لما راحت مني كده خفت وروحت. عند المقام يا حيوان، عند المقام. ايه المصيبة دي؟ انت متأكد انها ماتت؟ متأكد؟ اه متأكد. امال جدتها راحت فين؟ تبقرت؟ الارض انشقت وبلعتها؟ في حد تاني يعرف في الحدوتة دي؟ لا. متأكد؟ اه متأكد. وجدتك راحت فين؟ فين؟ دي أكيد أكيد لسه عايشة. مشيت وقامت أكيد. لا أنا أتأكدت إن روحها طلعت منها. أتأكدت؟ أتأكدت كيف؟ أتأكدت كيف يا عبيد؟ اسمع دلوقتي تدل على مصر، مش عايز اشوف وشك تاني الا لما اكلمك، فاهم؟ ليه؟ من غير ليه؟ انت بتسال ليه؟ انت عارف انت عملت ايه؟ عارف ولا لا؟ عارف ولا لا يا حسن؟ عارف ولا لا؟ تعالى قوم.